السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكل المصريين طيبين. النهاردة 19 مارس ذكرى تحرير طابة. تحرير طابة بيفكرني بزميل دراسة كان معايا في المدرسة وتقابلنا أيام الجامعة. كان بيشتم في الرئيس الراحل أنور السادات، فبقول له بتشتمه ليه؟ فقال عشان باع أرض مصر. فقلت له باع أرض مصر إزاي؟ قال لي باع طابة. طبعا الشاب ده اللي بعد ما كبرنا دلوقتي بقى خبير سياحي وخبير اثار وبيطلع على شاشات التلفزيون وبيتكلم وبيقول كلام من الكلام الكبير قوي، وفجأة بقى من داعمي الاخوان بعد ما كان شاب روش جدا وهو في كلية سياحة وفنادق في عز مجدها. بيفكرني بان يعني المخدرات والهلوسة حاجة موجودة من زمان عندنا، والناس بتقول اي كلام من زمان. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري بذكرى تحرير طابة. كتب على فيسبوك: في مثل هذا اليوم 19 مارس 1989 رفعت مصر علمها فوق أرض طابة بعزة وكرامة وكرامة الوطن الصامد القادر على تحرير أرضه وحماية سيادته بكل الطرق العسكرية والقانونية والدبلوماسية. كل عام ومصر وشعبها بخير بمناسبة عيد تحرير طابة، وكل الشكر للرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فداء للوطن وردا للعدوان. تحيا مصر. النهاردة كمان ذكرى الاستفتاء على الإعلان الدستوري الأول اللي صدر بعد ثورة يناير. فاكرين الطوابير الناس الممتدة كيلومترات عشان يقولوا تحيا مصر بطريقتهم اياميها، سواء بنعم اللي كانت بتدخل الجنة أو لا اللي كانت بتدخل النار. ذكرى ناس عمرت مساجد الله بالدجل والأهداف السياسية الدنيوية الضيقة. في شرم الشيخ اكتشفت ان تحيا مصر مش مجرد شعار. تحيا مصر مرحلة بنمر بيها، مرحلة تخلي كل مصري فخور ان بلده هي جوهرة التاج. التفاصيل الكتير اللي مريت بيها في شرم الشيخ رجعتنا لحالة بقالنا كتير كنا ناسينها وسط التفجيرات والاحباطات. حالة انك تكون فرحان وسط ناس فرحانين، رغم اننا قدمنا تغطية اعلامية اشاد بيها ناس كتير في اول تعاون بين التلفزيون المصري والقاهرة والناس، ورغم ان ده بالنسبة لنا لوحده حدث، انما حدث وسط احداث كتير مريت بيها خلال 4 ايام في شرم الشيخ كانت الفرحة فيها اكتر من اني اقدر اوصفها. لكن هناك اكتشفت يعني ايه تحيا مصر اللي كان بيقولها الاجانب اكتر مكان بيقولها المصريين، وكان بيقولها الاشقاء العرب اكتر مكان بيقولها المصريين. يمكن المصريين كانوا خايفين ان هم لو قالوها حد يتهمهم بالنفاق، لحد ما وقفوا وقالوها بصوت عالي بلا خوف من انتقاد اجوف من تجار دين او مدمنين مخدرات وهلاوس. شفت اهتمام الناس بمصر وعرفت اننا زي ما احنا محتاجين العالم جنبنا، العالم محتاج لمصر برضو. المرارة ما كانتش بس عند الإخوان وأتباعهم اللي خرجوا يقولوا كم من الكلام الفارغ بعد ما المؤتمر خلص، ويمكن برضو في خلال المؤتمر وأتباعهم من عينة ابن الشيخ إياه، لكن كانت كمان موجودة عند صحفيين أجانب لقوا إن ما بقاش ليهم مكان تحت الشمس، من عينة ديفيد كيركباتريك بتاع نيويورك تايمز اللي نشر النهاردة مقالة موجوع فيها قوي، لكن لأنه مش قادر يحط اسمه عليها اتنشرت باسم مجلس التحرير اللي موجود فيها. وأورلا جيرن من البي بي سي اللي الحقيقة هي وهو وغيرهم حالهم بقى صعب جدا جدا جدا، الأمور بقت واضحة وصريحة ومش محتاجة كلام كتير ان هو يتقال عنها، ولا بقى في رأي ورأي آخر ولا رأي ورأي مضاد. الدنيا واضحة وضوح الشمس. النهاردة الرئيس استقبل الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود اللي هنى الرئيس بنجاح المؤتمر، وقال المملكة العربية السعودية حريصة على نهوض مصر على كافة المستويات. الرئيس عبر عن خالص تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتقديره للمملكة وجهودها الصادقة لدعم الاقتصاد المصري. وقال شعب مصر مش هينسى الدعوة الكريمة اللي بادر ليها جلالة الملك المغفور له عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله لعقد المؤتمر، وأشاد بمساهمات المملكة لإنجاح المؤتمر. سمعتوا التصفيق الحاد اللي كان معمول لما الرئيس قال اسم الملك الراحل؟ شفتوا الناس
لما بتسيب ذكرى عطرة وحلوة الناس بتتفاعل معاها ازاي؟ يا ريت الناس كلها تتعظ وتعرف ان اللي بيعمل خير في الدنيا بيبقى له مش بس في الآخرة، ده بيبقى له في الدنيا كمان. الأمير فيصل أكد أن المملكة حريصة على المساهمة بفاعلية في مسيرة تحقيق التنمية والتقدم في مصر. معايا عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، يحدثنا عن تقييمه لأعمال المؤتمر الاقتصادي. أهلا وسهلا يا دكتور. حياك الله أستاذنا الكريم، وفرصة طيبة أن أتم على مصر كلها عبر قناتكم الكريمة. متشرفين بوجود حضرتك وسعداء ان احنا بنسمع صوت حضرتك. قول لي حضرتك يعني تقييم حضرتك لما بعد المؤتمر، يمكن خلال المؤتمر الدنيا كانت مليئة بالمشاعر اكثر منها مليئة بالنتائج، فكيف تنظر الى الامور النهاردة؟ والله دعنا اكون زي ما نقول صادق في هذا الموضوع، ان احنا اتينا الى المؤتمر وكنا حاملين بس مشاعر التضامن والتأكيد على الاستثمار، وكان هذا حديثنا يوم اجتمع بنا العم صالح كامل مع المستثمرين السعوديين يوم الخميس بالليل، وكانوا يتحدثوا عن ما هي المشاريع، ما هي نوعية المشاريع، كيف هل يكون القانون الاستثمار القديم أم الجديد. طبعا يوم الافتتاح أول شيء يعني فخامة الرئيس يعني استطاع انه انا اتكلم عن الوفد السعودي وعن الاخوان الحاضرين كذلك، مشاعر الحب الجياشة اللي عبر عنها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو بالنسبة لنا وللوطن العربي والاسلامي هذا الملك اللي عشقه شعبه والمسلمين ككل. نعم. تعبير فخامة الرئيس يعني جعلنا في 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 كذا في تماسك ولحمة، احسسنا ان نحن يعني بالفعل اخوة وتضامن وتعاطف. اليوم السبت حينما ابتدى المؤتمر يعني كانت مفاجأة عظيمة بما حمله الترتيب، واستطاعت الحكومة انه فعلا يعني تخفي امور تم الترتيب لها وتم التنسيق الجيد لنوعية المشاريع. يعني كنا نحن نقول إنها والله أعلام وأرقام إنها تقال وكذا، لكن حقيقة الذي وجدناه أن هناك مشاريع فعلا تم المناقشة لها أشهر طويلة وتم اعتمادها والتوقيع عليها يوم السبت. أنا بالنسبة لي كنائب رئيس الوف وكنت في السابق رئيس لمجلس الأعمال يعني فوجئت بحجم الاستثمار اللي هو العاصمة الإدارية، حتى وإن كان حلم هذا حلم يجب أنه يتحقق لأنه هذا مكان يليق بمكانة مصر والقاهرة. نعم. كذلك شركة دار الهندسة أبدعت في العرض على نوعية المشاريع عن مشروع محور قناة السويس. مشروع محور قناة السويس يعني كان إعجاب كبير إنه هذه الشركة استطاعت إنها تختار نوعية هذه المشاريع والتحدث عن الكومبوننتس لما سوف يكون عليه في المستقبل. الشركات السعودية طبعا المبادرات اللي هي في استصلاح 300,000 فدان إضافة إلى المشروعين العملاق اللي واحد للشربتلي والثاني للبنى العريان. نعم. كان يعني ان نحن نقول الو سامع حضرتك اتفضل. اوكي حبيبي، فوضح انه والحمد لله انه نحن استطعنا ليس عمليه توقيع اتفاق نوايا انما توقيع بدايه مشروع. نعم. طب دكتور عبد الله يعني بما ان حضرتك ذكرت طبعا العزيز الغالي الشيخ صالح كامل، يعني نعم. شركة جسور طبعا كنا عرفنا عنها منذ عدة اشهر، يعني ماذا عن مشروعاتها في الفترة القادمة والان بعد ان يعني تبين الكثير من الامور بعد هذا المؤتمر؟ شركة جسور تم تأسيسها واودعوا المساهمين فيها الحصة الذي طلبها العم صالح، وأصبحت شركة
مؤسسة في جمهورية مصر العربية رأس مالها 3 مليار، وما تم الآن اللي جمعه في حدود 500 من المساهمين. نعم. الشركة هذه متخصصة في الاستثمارات اللوجستية في قناة السويس فقط. نعم. فكل ما يعرض من مشاريع من دار الهندسة في خدمات المواني، في دعم اللوجستي، في المستودعات، في الأطر، في هذه الأطر شركة جسور هي المسؤولة عن الدخول في هذه الاستثمارات. نعم. اليوم السابع نشر منذ قليل نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مستثمرين سعوديين لديهم العزم لتنفيذ مشروع عملاق لإنشاء مدينة سكنية للشباب بالطاقة الشمسية بتكلفة 5 مليارات جنيه حسب صحيفة عقاد السعودية. رجل الأعمال السعودي أحمد العمودي هو وشريكه عبدالله الهيج بالتعاون مع رجل الأعمال المصري إكرامي الصباغ تنفيذ هذا المشروع العملاق لإنشاء أول مدينة سكنية للشباب بالطاقة الشمسية. هل هندخل في بعض المشروعات غير التقليدية دكتور عبدالله؟ والله مجموعة بن لادن الاتفاقية التي وقعتها مع وزارة الصناعة واللي هي المدن الصناعية المتوسطة والخفيفة، هذه من أهم المشاريع. هذا مشروع نحن قاعدين نطالب به هنا في السعودية، إن نحن نقدم مدن صناعية للصناعات المتوسطة والخفيفة، وهو ما يتناسب على كمية العدد الكبير من الأعمال الموجودة عندنا. نعم. مصر بمشيئة الله مقبلة على يعني البرنامج الآن واضح، المبلغ الذي ذكره الرئيس من 200 مليار إلى 300 مليار الآن أصبح الثلث موجود. حقيقة أنا أقول الله يكون في عون الحكومة أن توفي لطلبات المستثمرين، لأنها كلها تأتي الآن في وقت واحد. نعم. العقد الذي وقعه الشيخ صالح كامل مع وزارة الاتصالات في عملية اللي هو الحكومة الإلكترونية في استخراج السجل التجاري، هذا يعني مشروع أنا في وجهة نظري أنه عملاق. نحن عندنا في المملكة العربية السعودية وزارة التجارة جلست 3 سنوات، أنا الآن أستطيع من وأنا في مكتبي أنا أسوي عقد التأسيس وأوقع مع يعني كتابة العدل، أخذ رقم لكتابة عدل واستخرج السجل التجاري وكذلك ترخيص الصناعي وأسجل في مكتب العمل والعمال ومع الزكاة دون أن تتحرك من مكتبك. دون أن أتحرك من مكتبي. نعم. هذا الوزارة استطاعت في خلال 3 سنوات. نعم. يعني نحن بنقول للمستثمر الآن إذا إن شاء الله هذا المشروع نجح حق السجل التجاري وامتد بعد ذلك لعملية باقي الإجراءات الأخرى الثانية، تجعل المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي في مصر أن يستفيد من هذه الميزة، حاجة حتكون هتعمل طبعا نقلة نوعية مهمة جدا. عموما دكتور عبد الله يعني احنا في انتظار ان شاء الله لما اكون موجود في القاهرة بإذن الله ان حضرتك تكون ضيفنا في القاهرة 360 في اقرب فرصة ان شاء الله. اتشرف استاذ اسامة والف شكر لتحت الفرصة. اشكرك دكتور عبد الله بن محفوظ نائب رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي. حدث تاني هيحصل في شرم الشيخ هو القمة العربية الأسبوع اللي جاي، يعني الشدة في شرم الشيخ مستمرة، يعني عايز أقول للإخوة في شرم الشيخ اللي قابلتهم هناك اللي بيشتغلوا في كل مجالات الحياة وكانوا سعداء بالمجهود اللي هم بذلوه من يعني أصغر واحد هناك لأكبر واحد هناك سنا، ولكن كلهم كبار المقام بيشتغلوا في أي مجال، إن هم كانوا سعداء بإن المدينة كانت خلية عمل والكل سعيد بان هو سهر واشتغل وتعب وشاف النتيجة. ان شاء الله الشدة مستمرة معاكم يا شباب الاسبوع اللي جاي كمان، فنشوف قمة عربية ايضا ناجحة. وزير الخارجية سامح شكري قال ان موضوع انشاء قوة عربية مشتركة هيكون مطروح على القمة العربية للوصول لتوافق حواليه لو كان ممكن. كان في وقفة في القاهرة بتطالب بقوة عربية موحدة، وقفة مش للمصريين فقط لكن لجنسيات عربية مختلفة، نزلنا نسألهم ليه. تعالوا نشوف هذا التقرير.
وقفتنا هذه أمام الجامعة العربية. لماذا؟ لنصل بصوتنا إلى المندوبين العرب، مندوبين الحكومات العربية في الجامعة، نقول لهم القمة العربية على الأبواب في شرم الشيخ، فنريد الجماهير العربية أن تتحرك كلها وتنزل إلى الشارع في كل ميدان في كل مدينة وعاصمة عربية، ترفع صوتها إلى الحكومات بأنه يجب أن تكون واعية في مستوى التحديات التي نحن فيها الآن. لابد أن يكون لنا موقف مختلف في هذه المرحلة، وأن جميعا نرتقي بالمصلحة العليا للبلاد، وأن يكون هناك جيش عربي مشترك. لابد أن يكون هناك التعاون في ضرب الإرهاب. الإرهاب حاليا يشكل خطرا كبيرا على الدول العربية. هناك إرهاب في اليمن وإرهاب في ليبيا وفي سوريا وفي كثير من الدول العربية، وهذه النيران قد تشتعل وتحرق جميع الدول العربية. احنا دلوقتي العراق وقعت، ليبيا وقعت، سوريا وقعت، المفروض ان احنا نتوحد كلنا ضد الإرهاب. مصر بلد يعني قوي جدا، مصر فيها جيش قوي جدا، هو الجيش الوحيد المتبقي من الجيوش العربية. عربي واحد لإنقاذ البلاد العربية وتحطيم المخطط السامي زي ما حطمناه هنا في مصر في 30/6. نزل الشعب والجيش وأعلن العالم كله إفشال مخطط الشرق الأوسط الكبير وتقسيم مصر لعدة دول. فإحنا مصر دلوقتي بتتعاون مع الدول التانية كلها العربية كلها لتكوين الجيش العربي الموحد لإنقاذ البلاد العربية. نطالب بتوحيد الصف العربي، بإقامة جيش عربي، يعني بدل ما نستعين بالأحلاف الأجنبية والدول الغربية، فيجب يكون العرب لنا قوة على الأرض. يعني أنا ليبي وطالب جميع الدول العربية وطالب ممثلي الدول العربية في جامعة الدول العربية أن يقفوا صفا واحدا ويتخذوا موقفا واحدا تجاه الخطر الإرهاب المحدق بليبيا وبكل الدول العربية التي لن تكون بمنأى عن هذا الخطر الإرهابي. ليبيا تعاني الويلات اليوم، الليبيون يقتلون يوميا في بنغازي وفي غربها في غرب ليبيا وفي شرقها. الليبيون يقتلون باسم الدين، يقتلون بهذا الإرهاب المدعوم دوليا، هذا المشروع الدولي الذي يسعى بعض الدول إلى فرضه وضرب الدول العربية واستقرار الدول العربية حتى تستطيع من خلالها أن تبسط نفوذها وتحكم المنطقة وتصدر ما تريد من وتملي على الدول العربية ما تريد إملائه. إحنا نطالب بتجمع كل العرب مع بعض، المصريين والأردنيين كل العرب، إذا تجمعت العرب مع بعض ما بيكون في خراب، ما بيقدر أي إرهاب يقف قدامنا ولا يواجه أي حدا. هيدا حلم كل العرب، أي عرب حر سواء كانت أي جنسيته، بدهم كلنا نتجمع. إذا كان حر فعلا وخايف على وطنه، إذا تجمعنا كل العرب ما بيقدر إرهاب يقاومنا. تأكيدا لكلام الدكتور عبد الله اللي كان بيقوله لي من شوية عبر الهاتف، الدكتور سامي عبد العزيز بيقول ان الشيخ صالح كامل وقع اتفاقية مع وزارة الاتصالات برأس مال اولي 1,000,000,000 جنيه لتطوير السجل التجاري، وجاري اتفاقية مع النقل والاتصالات للتوثيق العقاري. شركة جسور بتعد دراسة الآن لتبدأ اول شركة في مشروع قناة السويس. اشكرك يا دكتور سامي. من ضمن الموضوعات اللي كانت لافتة للانظار جدا في مؤتمر شرم الشيخ مش بس الكلمة اللي القاها جون كيري وزير الخارجية الامريكي، ولكن كان التحول الكبير اللي حصل عند ألمانيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللي وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ألمانيا، وتحول كبير سمعناه من المصريين الموجودين في ألمانيا في الصحافة الألمانية اللي كانت بتواجه مصر. النهاردة السفير الألماني هانز يورج هابر كان بيقول ان مصر وألمانيا مشغولين بالترتيب للزيارة اللي هيقوم بها الرئيس السيسي، وقال ان الموضوع مش جديد، ان الدعوة كانت وجهت للرئيس في سبتمبر اللي فات، وانه بعد كده يعني كان المفروض ان هو يعملها بعد الانتخابات البرلمانية واللي كان مقرر ليها نوفمبر او ديسمبر، وانه التقى المستشارة الألمانية في دافوس، ولكن بعد ما تأجلت الانتخابات فتم التعجيل بهذه الزيارة. عموما سواء كانت اصلا معدة سلفا او لا، لكن بالتأكيد ألمانيا من البلاد اللي مصر تحب جدا انها تكون علاقتها بها علاقة قوية جدا. وفي نفس الوقت طبعا احنا سمعين عن زيارة الرئيس السيسي لإثيوبيا، والكلام ده هيكون يوم 24 يعني في خلال الاسبوع اللي جاي، هيكون معاه وفد من رجال الاعمال ردا على الوفد رفيع المستوى اللي كان بيرقصه رئيس الوزراء هيلي مريم دسالين لمصر في مؤتمر شرم الشيخ. في الطريق الرئيس طبعا هيزور السودان ويلتقي الرئيس عمر حسن البشير، والأمور
الأمور في تحسن بين مصر والسودان على عكس ما ناس كتير بتتكلم، فأرجو يعني أننا نتيح الفرصة لتحسن العلاقات حتى لو كان بعض الناس عندها بعض الشكوك، لكن إذا كنا ماشيين في طريق سليم نتيح الفرصة لهذا الطريق السليم. قبل ما نروح لمزيد من الأخبار الإقليمية، وأنا عارف أن حضراتكم أكيد منتظرين أن احنا نتكلم عما حدث بالأمس في تونس، خليني الأول أكلمكم عن الاستغاثة اللي موجهة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بسبب إزالة جزء من تاريخ مصر بالمخالفة لحكم قضائي. صاحب المشكلة قال أنهم استغلوا وجود الحكومة كلها في شرم الشيخ وهدموا مقهى علي بابا في ميدان التحرير اللي كان بيجلس فيه الكاتب العظيم الحاصل على نوبل نجيب محفوظ. تعالوا نشوف ايه اللي حصل لمقهى علي بابا وايه اللي بيحصل للعقار كله في ميدان التاريخ التحرير، وهذا السعار على الفلوس اللي بيهدم كل شيء حلو او حتى كان حلو في حياتنا. تعالوا نشوف. مقهى علي بابا مكان اعتاد الأديب المصري نجيب محفوظ على التواجد به وكتابة خواطره وترتيب أفكاره. المقهى الواقع بميدان التحرير يعتبر تراثا ثقافيا كبيرا، ولكن تمت إزالته في العاشر من مارس الماضي. هذا المكان مكان الأديب العالمي من السبعينات، انه كان بيتردد هنا يوميا قبل نوبل، وقبل ان هو ما يجي ناخد القهوه كان بيروح الاهرام، وكان بيجي مترجل من قصر النيل مرارا بكوبري قصر النيل، وبيجي علينا ياخد الجرايد ويشرب قهوته فوق. وكانت الاباء العالميه كلها صورت لنجيب محفوظ في المكان ده، ورجعوا له التاريخ ورجعوا له الكتب ورجعوا له روايات نجيب محفوظ، ورجعوا عن كل ما كتب عن نجيب محفوظ كتب عن نجيب محفوظ، هتلاقوا ان مقهى علي بابا ده مكان اثري كان بيجلس فيه هذا الاديب. كان لينا كشك هنا واتشال لما جم يعملوا مترو الانفاق في المرحلة الاولى، كنا مأجرين في الكشك ما كانش بتاعنا. المهم انا بقالي هنا يجي 40 سنة، و ايوه نجيب محفوظ كان يجي ماشي من على كوبري قص النيل من نواحي الدق كده، وكان يجي ياخد الجرائد من عم رمضان هنا بتاع الجرائد، ويطلع يشرب فنجان القهوة الصبح في علي بابا هنا، وإن كان بيكتب كلمتين أو حاجة وبعدين بينزل. الكافيتيريا دي بقى لها سنين وبقى لها تاريخ، وكان بيجي أساسا من بره مصورين أجانب عشان يجوا يصوروا الصالة اللي كان بيقعد فيها نجيب محفوظ، وكان بيجي الصبح على طول الساعة 6 الصبح يشرب القهوة مش عارف إيه ويقعد شوية قبل ما ياخد الجايزة كمان. في 9 يوليو 2009 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقدمة من صاحب المقهى شكلا ووقف تنفيذ قرار الإزالة، ولكن لرئيس حي غرب القاهرة رأي آخر. فوجئت إن الحي مصمم على الإزالة، أرجعناها مرة واثنين وثلاثة لحد ما جاء مهندس الإزالة ويضع حسين علاء، فجاء بيكلمني على أساس أنه هو بياخد مبلغ كل أول شهر ويبقى الموضوع قائم على ما هو عليه، مفيش إزالة ومفيش حاجة. فطبعا يمكن دي غلطتي ان انا لجأت للرقابة الادارية للأسف يعني، ورحت للرقابة الادارية وتحروا عن الموضوع لمدة شهرين، وبعد كده بعتولي قالوا ورقك سليم وحكم محكمة سليم والترخيص سليم. وعلى فكرة الترخيص انا واخد صورة طبق الاصل من الحي بتاريخ 21/7/2014، والكلام ده مع الرقابة الادارية موجود الورق، والرقابة الادارية مش هتتحرك ولا هتسجل وهتاخد اذن من النيابة غير لما يكون مستندات في ايديها صح. وبالفعل المستند كانت صح، وبعتولي قالوا انت صح، وابتدى التسجيل للمهندس عن طريق التليفون والمأذون من النيابة، وجاء ضابط متلبس هنا بالرشوة في نفس القاعة اللي فيها نجيب محفوظ. دخل التحقيق وخد 4 أيام على ذمة القضية، وطلع بكفالة مالية على ذمة القضية برضو. بعد ما طلع بيومين اتنين فوجئت المحل مغلق الصبح يوم الأربع، وكان في أثناء أو بداية انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، واستغل رئيس الحي هذا التوقيت وجه المكان مقفول، قصر المكان وطلع، وزي ما انتم شايفين كده مقال ليه المكان واللي حصل من حي باعتداء سافر على هذا المكان.
استغاثة إلى المهندس إبراهيم محلب لإعادة المكانة الثقافية للمقهى الذي يعد شاهدا أساسيا على جزء كبير من حياة الأديب الراحل نجيب محفوظ. ده في التحرير، وهنعرض لحضراتكم بكرة وبعد إن شاء الله عن مذبحة للأشجار بتحدث في الماريلاند في مصر الجديدة، وفي نفس الوقت يعني واضح إنها مشكلة كبيرة جدا، وواضح جدا إن في اجتماعات مع المحافظ ولكن الأمور ما وصلتش لأي شيء. يعني اللي قام باقتلاع الأشجار عليه على حسابه الشخصي إن هو يعيد زرع هذه الأشجار، سواء بقى كان شركة كان فرد كان مسؤول في الدولة، لكن خلينا نقدم لكم الموضوع بتفصيل أكتر بكرة. الأخبار دي هي جزء من الأخبار الحزينة اللي موجودة عندنا، لكن الأخبار الأكثر حزنا جاية من تونس. وزير الصحة التونسي قال عدد قتلى الهجوم المسلح في متحف برضو وصل 23، بينهم 20 سايح أجنبي. تعازي طبعا للشعب والحكومة التونسية، تعازي لشعوب إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وكولومبيا وبولندا وشعوب العالم اللي اتقتل ناسهم في تونس وهم سائحين آمنين. الأخبار الحزينة بتأتي من تونس، والتحليلات الكاذبة بتأتي في الواشنطن بوست اللي قالت هجوم تونس بيهدد بتعكير صفو الاستقرار الهش في تونس اللي بينظر ليها على أنها النجاح الوحيد للربيع العربي. قالت رغم ان مفيش جماعة اعلنت مسؤوليتها عن الحادث، اراقة الدماء بتثير المخاوف من ان مسلحين مرتبطين بداعش بيمدوا نطاق عملياتهم. في تقرير تاني الواشنطن بوست قالت ان في جماعات في تونس ممكن تكون مشتبه فيها في الهجوم، واغلب الشباب بتنصب على جماعة واحدة وهي داعش بسبب ايديولوجيتها وطموحاتها العابرة للحدود وسطوتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لازم نلاحظ ان هجوم امبارح اشار لنهج ارهابي مألوف، وهو استهداف السائحين الاجانب في متحف باردو اللي الجناه عارفين ان كان في عدد كبير من السياح الاجانب. قالت في منطق في استهداف الارهابيين للسياح، لان الهجمات دي مش بس بتنشر الارهاب دوليا، لكن بيكون ليها كمان اثر سلبي على اقتصاد الدوله. لسنين طويله عمليه استهداف السائحين تعتبر تكتيك مفضل لكل الجماعات الارهابيه، زي ما حصل سنه 2002 في تفجير المعبد اليهودي في جزيره جربه واتقتل 14 سائح الماني وفرنسي. الى الواشنطن بوست المتناقضه، هي داعش كانت ظهرت سنة 2002 في تونس او ظهرت سنة 97 في الاقصر في مصر. فكروا كده اسماء الجماعات اللي كانت موجودة وقتها ومرتبطة بمين اياميها، ونشوف داعش المفروض تكون مرتبطة بمين النهاردة اذا كان زي ما بتقول الاسلوب واحد والتكتيك واحد. صديق لبناني امبارح قال لي انتوا في مصر عندكم اخوانوفوبيا، عشان كده شايفين ارتباط بين اللي حصل في تونس والاخوان. ممكن، لكن دعوة الغنوشي امبارح لمؤتمر لمكافحة الإرهاب الحقيقة أمر مذهل. رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي من شوية أعلن عن إجراءات مشددة أمنية في أنحاء تونس، وادى الجيش صلاحية تأمين المدن الكبرى وتدعيم الجيش والأمن بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، وقال هيتم تكثيف المراقبة في كل أنحاء البلاد، في المناطق السياحية، في المنشآت العمومية، في كل الأماكن الحساسة اللي ممكن تكون هدف للإرهابيين. وقال تم تشديد الإجراءات الأمنية بعد اجتماع لمجلس الشيوخ لمجلس الجيوش الثلاثة والمجلس الأعلى للأمن. طبعا محللين أمنيين على صلة بالسي اي اي توقعوا ان في بيان يصدر قريب لتنظيم مسلح يعلن مسؤوليته عن هجوم تونس ويبايع داعش، وده اللي حصل فعلا النهاردة. رويترز قالت داعش نفسها بقى اعلنت في تسجيل صوتي على الانترنت مسؤوليتها عن الهجوم، واشادت بالمهاجمين وقالت ان هم فارسين من فرسان دولة الخلافة، ابو زكريا التونسي وابو انس التونسي المدججين باسلحتهم الرشاشة والقنابل اليدوية. بول كروكشينك محلل شؤون الامن في سي ان ان قال اللي بيحصل غالبا العملية دي هدفها اعلان داعش وجوده في تونس، لانه بالتزامن مع الهجوم تنظيم تونسي اسمه جند الخلافة اعلن موالاته لداعش،
ولازم نفتكر ان في اكتر من 3000 عنصر تونسي في داعش، 500 منهم رجعوا بلدهم من سوريا والعراق ومعاهم خبرات عسكرية وإرهابية. العملية دي ممكن تكون الهجوم الأعنف في العالم العربي على سياح أجانب من أيام هجوم الأقصر سنة 97 لما اتقتل 56 سائح. كروكشينك وصف التوانسة بأنهم بيميلوا للعلمانية والعيش بالطريقة الغربية، لكن أكد وجود عدد كبير من الشبان اللي تحولوا للفكر الجهادي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. محلل متخصص في شؤون الإرهاب سابقا في CIA قال هيكون في بيان خلال يومين من الجهات اللي نفذت الهجوم لأنها تكون عايزة تعلن حضورها على الساحة. ما فاتش اليومين أيها المحلل وأعلنوها بعد 24 ساعة إن هم داعش اللي عملت هذا الكلام. إذن داعش في تونس. المحلل اتفق مع كروكشانك إن في حضور تونسي كبير في داعش، لكن المشكلة مع داعش بتنقسم لقسمين. الأول إن التنظيم بيفقد التعاطف الشعبي معاه زي ما شفنا في العراق بسبب تصرفاته العنيفة وقطع الرؤوس. والأمر الثاني إن تونس نموذج ناجح للربيع العربي حتى عن داعش يعني الحصول الاضطرابات فيها هيؤدي لابتعاد الإسلاميين المعتدلين عن هذا التنظيم الإرهابي. كريم مزران باحث في المجلس الأطلنطي في واشنطن قال لدويتش فيلا إن هجوم تونس هيسلط الضوء على خطورة الوضع الأمني على الحدود بين تونس وليبيا. خلينا نتكلم بقى بصراحة بعيدا عن الكلام اللي بيقولوه المحللين اللي في CNN واللي في CIA واللي واللي واللي. المنطقة مشتعلة، ليبيا تصدر من عندها ناس من جماعات متطرفة لمختلف البلاد المجاورة. في خطر واقع على مصر من هذه الجماعات اللي موجودة في ليبيا، فبالتالي لابد من دعم ليبيا وعودة الاستقرار ليها والقضاء على هذه الجماعات الإرهابية. في خطر واقع على الجزائر اللي عندها حدود مشتركة أيضا مع ليبيا. في خطر واقع على تونس بسبب اللي حاصل هناك. لكن من تونس ومن مصر ومن الجزائر ومن أي مكان في ناس من الإرهابيين انضموا واتدربوا وحصلوا على تدريبات وبيرجعوا لنا لبلادنا عشان خاطر يكونوا خلايا إرهابية صغيرة أو كبيرة، عنقودية أو مش عنقودية. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن التحرك لازم يبقى مشترك. خلاص ما بقاش في وقت إننا نقعد نهزر مع بعض ونقول كلام من بتاع زمان. يعني في كلام إن القمة العربية اللي جاية تناقش وجود قوة أو جيش عربي مشترك، ده كلام مهم ولازم يتم بسرعة، ولكن اللي أسرع منه هو تبادل المعلومات اللي لازم يحصل بأقصى سرعة ممكنة. نضيف لده إن لابد إن الشعوب تفوق، لازم الناس في المنطقة العربية تفوق اللي بيحصل وتفوق إننا فعلا في خطر داهم من جوانا. بيأيدوا حد من بره، بيدعموا حد من بره، بيمولوا حد من بره، لكن المصيبة الكبرى إن هو من جوانا، لأن في الآخر خالص لا هنقدر نشوف كل واحد في الشارع ونشاور عليه ونتهمه بريء أو غير بريء، ولا هنقدر إننا نتعامل مع واحد هو إرهابي ولكن شبهي وشبهك. فبطبيعة الحال الموضوع محتاج معلومات، محتاج مشاركة من الناس، محتاج مشاركة عربية، محتاج إن الدنيا تتفتح بشكل أفضل. بمناسبة الكلام ده وبمناسبة مقدم الإرهابيين للبلاد، كان في طبعا كلام كتير جدا داير عن موضوع القرار اللي اتخذته وزارة الخارجية المصرية إن ما يبقاش في فيز أو تأشيرات تمنح للسائحين الأجانب في المطار. هل الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ يعني النهاردة الجارديان نشرة طبعا باتريك كينغسلي ناشر موضوع عمال بيهاجم فيه هذا الكلام، ونقل عن وزير السياحة السابق هشام زعزوع ان الموضوع ده هيقلل السياحة 20% وده يمكن يوصل لـ2 مليون سائح والكلام ده خطر. وكلام برضو اتقال عن حسام الشاعر الخبير السياحي ان الكلام ده مصيبة كبرى اكبر من مصيبة الارهاب على السياحة والحظر.
في نفس الوقت وزير السياحة خالد رامي بيقول ان هو هيلتزم بهذا القرار كائن ما كان، لان الامن القومي اهم من اي حاجة. خلينا نتكلم بصراحة، هو احنا ليه مش قادرين نعمل لنفسنا نظام للتأشيرات يتعمل اونلاين؟ الدنيا كلها عاملة كده، يعني اكيد اللي في اوروبا لازم يكون جنب منه قنصلية عشان خاطر يروح لها وإلا مش هيجي لنا، فلازم ينزل في المطار ويشتري الطابعة ب20 دولار ويحطه ويدخل بيه من غير ما يتم الكشف عن هويته. ما تعملوا سيستم على الانترنت تقولوا فيه طلباتكم ايه ويتاخد الكلام ده كله والراجل يحصل على التأشيرة اونلاين. ايه المشكلة في اننا نعمل ده؟ مكلف؟ ما اعتقدش ان هو مكلف الى هذه الدرجة. في شركات عالمية ممكن تدخل في ظل الظروف الحالية اللي احنا فيها تشاركنا في ده، بالتأكيد في ده. فوزارة الخارجية مع وزارة الداخلية مطلوب منها انها تعمل قوائم بيانات مظبوطة، عملية كشف سليمة زي اللي بتتم على اللي بيقدم جواز سفره وهو موجود هناك، يملى كل ده. ما احنا التأشيرات اللي بنحصل عليها لأوروبا معظم البيانات بتاعتنا او كل البيانات بنبقى مقدمينها اونلاين، وبعد كده بنروح ناخد الختم على الباسبور، او حتى في الكثير من الدول العربية ما بناخدش الختم ده على الباسبور. شوية تشغيل لقدراتنا العقلية، نستخدم التكنولوجي، الدنيا هتدور. لا نخسر سياحة، بالعكس احنا ممكن نكسب سياحة اكتر من الراجل اللي خايف يجي يشتري ابو 20 دولار ده ما يحصلش. افتحوها للناس اونلاين ويتكشف عليهم وياخدوا اسبوعين على ما يحصلوا على التأشيرة، مش هيجرى اي حاجة. متهيألي آن الأوان لاستخدام التكنولوجيا اللي كنا بنتكلم عنها في السجل التجاري، مش معقولة نكون مش قادرين نستغلها في السياحة. المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللي هو هاني عبد اللطيف قال الأمن قبض على المتورطين في تفجير عبوتين قدام دار القضاء العالي. التحريات أكدت اتفاق قيادات الإخوان بره مصر على تعديل منهج الإخوان الفكري عشان يتناسب مع طبيعة المرحلة، واتفقوا على قيادة الإخوان لكل التنظيمات التكفيرية زي أجناد مصر وأنصار بيت المقدس والجماعة الإسلامية وحازمون اللي شكلوا خلايا عنقودية مسلحة زي كتائب حلوان والعقاب الثوري وكتيبة إعدام وحسم والحراك الثوري وبلاك بلوك ضد الانقلاب وغيرها، عشان يعلنوا عن مسؤوليتهم عن الحوادث الإرهابية، يدوا إيحاء للرأي العام إن ده ناس كتير قوي لكن هم في الآخر خالص منبثقين من جماعة واحدة. اللي هو هاني قال رصدنا واحد من قيادات الخلايا الإرهابية اسمه الحركي جمال بيتحرك باسم تنظيم أجناد مصر بيعمل خلايا عنقودية. التحريات أكدت إنهم وراء عبوة دار القضاء العالي وعبوة اسم الطلبية اللي استشهد فيها النقيب ضياء فتحي، واستهداف الأمن جنب محطة أتوبيس جامعة عين شمس بمشاركة قيادي الحركة همام محمد عطية، وعبوة التمركز الأمني في الهرم، وعبوة ممر بهلر، وعبوة حدائق القبة. النهاردة الفجر أزايز مولوتوف في نهية رموها على غفير وعامل فراشة في أوضة في مركز شباب نهية في كرداسة، حصل حريقة في المكان وبعدين حطوا عبوتين انفجروا فالحيطة وقعت على الغفير وعامل الفراشة اللي كان بيلم حاجته بعد ما انتهى فرح فقتلهم. كاميرا القاهرة 360 رصدت ايه اللي حصل في نهية، تعالوا نشوف. انفجار حصل في جاي بعد صلاة الفجر، وحسب شهود العيان ان هم كانوا في بعض الناس قالوا هنا انهم 6 افراد وفي قالوا 9 ملثمين دخلوا، وكان ما فيش غير الغفير واحد العمال بتوع الفراشة موجودين بيتفرجوا على التلفزيون في الغرفة الخلفي. وعلى اثر الانفجار اللي حصل هم توفوا لرحمة الله ونحسبهم باذن الله شهداء عند الله، ثم انتقلوا هؤلاء الافراد الى داخل الملعب. لكن المسافة اللي بتبعد بيننا هنا وبين الملعب، في ملعب بلاط وفي ملعب ترابي قانوني، انتقلوا ودخلوا كل المسافة دي وراحوا للملعب النجيل الصناعي وحرقوه بأزايز مولوتوف، لأن في موجود آثار زجاج موجودة. وجه البحث الجنائي والنيابة انتقلت لنا الصبح ورفعوا كل الآثار دي، وطبعا جاء التحقيق اللي جاء التحقيق المختصة. احنا الساعة بالظبط كده كانت 5:30 اتصل بيا العامل بتاع المركز وقال لي تعالى عشان في مشكلة حصلت في المركز وفي قنابل اتضربت وحصل انفجار في النادي، ف
فجينا كلنا لبينا الطلب طبعا وجينا عشان نشوف الدنيا فيها ايه. مدير المركز ورئيس المركز وانا كمشرف مالي للمركز وجينا نشوف ايه اللي حصل. زي ما حضرتك كده صورت وشفت يعني حاجة لا يرضاها لا دين ولا اسلام ولا حتى اي دين في العالم يرضاها. ربنا ان شاء الله يجعل كيدكم في نحركم ان انتوا تخربوا منشأ شبابي زي ده في ملاعب الدولة بتنشئها للنشء وبتنشئها للولاد عشان الولاد ما تقعدش على القهاوي عشان نعرف نقضي وقت فراغنا ازاي. فوالله ده يعني احنا المصريين ما بنخافش وما بنقلقش ومش جديد عليكم الارهاب اللي انتوا فيه ومش جديد عليكم بني صهيون اللي انتوا بتعملوه ده. تصرف محترم للسيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اللي كرم النهارده مواطن وأربعة من الشرطة لشجاعتهم وجهودهم في ضبط عنصرين من الإخوان أثناء محاولة زرع عبوات متفجرة على خط السكة الحديد الزقازيق ميت غمر وفي منطقة القصر العيني في القاهرة. كرم الجندي البطل اللي أحبط تنفيذ عملية انتحارية استهدفت تفجير معسكر قوات الأمن في شمال سيناء. نتمنى أن مثل هذه التكريمات تتزايد لان احنا نتمنى ان المواطنين اللي فعلا حريصين على ان بلدهم ما يحصلهاش اي ضرر يكونوا قادرين انهم يتصدوا لهذه الجماعات الارهابية. احنا هنروح لفاصل بس في وضع عام كده عايزين نتكلم عنه سريعا. الوضع اللي بيحصل في اليمن قصف المقر الرئاسي او القصر الرئاسي في عدن ورسو مركب من ايران ووجود خبراء من ايران داخلين على اليمن. الوضع في اليمن من سيء الى اسوأ. يا ترى هل هنقدر نتدارك هذا الوضع قبل ان ينفلت تماما في اليمن ويحصل فيها ما لا يحمد عقباه زي ما حصل في ليبيا؟ هل احنا قادرين اننا يعني القادة العرب وهم موجودين هنا يصلوا الى كلمة سواء توحد بين صفوف اليمنيين وبعضهم البعض ولا هنضطر نقول راحت اليمن ايضا؟ اتمنى لا، لان كل حجر موجود في الامة العربية صعب جدا علينا ان هو ينهار لسبب او لاخر. اكيد القادة والقيادات السياسية عارفة ايه اللي بيحصل فقدرة انها تتعامل معاه بالشكل المنطقي والطبيعي وترده الى كل من يخطط ضد الامة العربية. في نفس الوقت بعد ما نتنياهو فاز بالانتخابات في اسرائيل مع تصاعد القلق بينه وبين امريكا واوباما بيقول انه لن يدعم اسرائيل في الامم المتحدة، طبعا اشك في مثل هذا الكلام ولكن ليه لا ما نستغلش هذا الامر في مصلحتنا احنا كعرب. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. مصر مش تونس، بس هل تونس ممكن تبقى زي مصر في انها تتوحد بقوة ضد الارهاب؟ اراكم بعد الفاصل.